هو الحمد لله النهارده شرفنا شرف كبير بحضور معالي النقيب العام سامي عاشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب من اجل بناء على دعوه منا ومني ومن مجلس النقابه الفرعيه بكفر الشيخ وذلك لافتتاح الدوره الثالثه لمعهد المحاماه بكفر الشيخ بالاضافه الى سيادته الى المعينه على مكان لاقامه نادي اجتماعي لمحامي كفر الشيخ وحضر لفيف من اعضاء النقابه العامه شرفت بهم في نقاب في كفر الشيخ وكذلك بعض النقباء الفرعيين من النقابات الفرعيه المجاوره لنا. وطبعا كان لقاء مثمر وشرح فيه النقيب ابعاد العمل النقابي وما تم انجازه من انجازات خلال الفتره السابقه لمجلس نقابه المحامين العامه. النقيب النهارده بعد المعاينه وعد ان شاء الله بانشاء المقر وده بناء على ان احنا انا قد حصلت قبل ذلك في تاريخ 3/4/2019 على انشاء مقر نادي للمحامين بكفر الشيخ باجماع اراء اعضاء النقابه العامه. والحمد لله النهارده تكمله لهذا الامر تم المعاينه من اعضاء المجلس ومن معالي النقيب واعضاء المجلس والحضور على المكان وان شاء الله لقى استحسان وندعو الله ان ربنا يوفق ويتم الاجراءات ان شاء الله بفضل الله. المعهد المحاماه بكفر الشيخ يعني الحمد لله يعني بحقق نتائج كبيره. احنا من تاريخ انشائه من حوالي من سنه 2018 دي الدوره الثالثه، الدورتين السابقتين الحمد لله نسبه النجاح عندنا 100% ونسبه الالتزام والحضور. احنا بيدرس عندنا نخبه كبيره من اساتذه الجامعه من المحامين وبعض المستشارين وبعض اللواءات الحاصلين على الدكتوراه وذلك من اجل افهام المحامي المبتدئ دوره وعمله والعلاقات والتعامل مع الجهات والتعامل مع موكلينه والتعامل مع زملائه وكيفية ان هو ازاي يتعامل في اقسام الشرطة. طبعا النقيب العام بيدعم شباب المحامين وانه اللقاء النهاردة كان لشباب معهد المحاماة وحضر مجموعة كبيرة من محامين كفر الشيخ وكان هناك اقبال كبير الحمد لله.